عودة معكم المشاهدين إلى مجمع الرئيس فؤاد شهاب الرياضي بجوني ما بين شوطي مباراة الأنصار وطرابلس. التعادل سلبي 0-0، لا تزال عقدة طرابلس من الذهاب ملازمة الأنصار. سجل هدفين ذهابا لكن اليوم بعد ما قدر يسجل، والسؤال الكبير كابتن جمال، ليه الأنصار ما قدر يسجل رغم أنه كان عنده فرص كبيرة بالشوط الأول؟ لأنه الفريق طرابلس ببداية الشوط، يعني فينا نقسم الشوط لمرحلتين، قدر يربك فريق الأنصار، قدر يسكر، وكان حتى بوقت كتير هو كان عم يستلم الكرة عم ينقل، قدر صحيح. بعد الجزء الأول من الشوط الأول قدر الأنصار عود يفرض سيطرته الكاملة. الأنصار بحاجة لبعض التفاصيل ليسجل، تفاصيل مهمة جزئية. خليني بلش بتأثير غياب اللواتي، وخصوصا مع تركيز الأنصار على الطرف الأيسر بحالة الهجومية عندما يخرج عبد الله مغربي. راح أحكي بشقين، أول شق عدم وجود لاعب عم يقدر يكون على الطرف الأيسر يعمل الفارق مع الفرصة اللي عملها سوني سعد، وتاني شيء شبريكو ليه ما عم يزيد بشكل أكبر على جاء عن خروج عبد الله مغربي. هذا اللي عم نحاول نقوله، إنه الأنصار لازم أو بالمقام الأول بعض الجزئيات ما يخسر كرة، لازم يلعب كرة بسرعة وللأمام، واللاعبين تتحرك بدون كرة لحتى التمرير يكون سليم، وأهم شيء اللاعبين اللي بدون كرة لازم يتحركوا هن يوسف عنبر والشبريكو. ما عم نشوف تقدمهم بالشكل الكامل، لانه وقت ما بيظهر اونيجا لعند عدنان حيدر وموني بعض الاحيان مع نصار عم بيكون صار في كثافه عدديه بنص الملعب، لازم يكون يزيد من الخلف يوسف عنبر والشبريكو. هاي وحده. الشغله الثانيه، اونيجا وموني بعض الاحيان لازم يكونوا بمنطقه الجزاء، لازم يزيدوا بمنطقه الجزاء. الشغله الثالثه على حجي مالك انه يخرج من العمق الدفاعي، يبعد عن سيلا. حكيت عنها انه ظهر ما عم يلتزم، عم يبعد عن سيلا وعن خالد العلي وعم يلعب دور المهاجم الوهمي لمحاولة ضرب الوسط طرابلسي يعني بدارون. مشان هيك لازم المفروض سوني وموني وأونيجا هن يروحوا العمق ويهرب حجي مالك، وشفناه بمحاولة هو يوسف عنبر قدروا يعملوا فرصة كتير كبيرة، وعلى حجي مالك أكتر بأغلب الأحيان يكون عند أحمد ياسين لعب قصير القامة مثل الكرة العكسية اللي عكس له إياها أونيجا وما ما ما كملها. رح نشوف الفرص كابتن بهالوقت، وشوف تحديدا تحركات موني قد ايه كانت مهمة عندما يخرج من مركزه ويروح طبعا ليلعب التمريرات القصيره. هون موني بوحده من الكرات يلي كان ساقط داخل منطقه جزاء، اكيد ما كان في بينالتي بالكره الاخيره. موني هو عم بيكون محور لعب، بس يخرج من المنطقه عم يروح ليزيد بوسط الملعب، يكسر الكثافه العدديه الدفاعيه الطرابلسيه، وبالتمريرات القصيره السريعه وخصوصا عندما يسند على اونيكا عم يقدر الانصار يوصل بسهوله 100%. هذا اللي عم نقول نحن، اللعب بسرعه وتبادل الكرات هون. مشان هيك وقت ما موني عم يجي على نص الملعب عم بيميل، المفروض الظاهرين لاحظ موني صاحب العدد الاكبر من الفرص، كان الامر واضح بالشوط الاول، بيستحق ان التسجيل موني بعد هون. وحده من الشغلات ليوسف عنبر زاد مع حجي مالك، هذه وحده من الالاء اللي يوسف عنبر، هذه افضل فرصه، افضل لعبه لعبها فريق الانصار، ولانه تقدم اونيجا وراح باتجاه المنطقه وزاد وقدر يوصل للكره العرضيه. تعلق لزي اسعد، ما فينا ما نعطيك كريدت هون كمان ايضا كره اماميه خلف احمد ياسين، هون في ضعف، في نقطه ضعف حجي مالك لازم يتواجد دائما بهذه المنطقه بيقدر يسجل. عاجبني عبد الله عايش بالمزاج اللي عم يلعب فيه صراحه. عبد الله عايش عم يلعب بمزاج، يعني اجريسيف عم بيكون، عم بيكون اجريسيف، وحتى تعامله مع الكره عم بيكون عنده جرأه، ايه عم بيكون عم بقول لك هذا المزاج، هذا اللي قصدي فيه، انه عم بيكون بالمراوغه بالتمرير بالتسديد عم بيكون مزاجه عالي. شفنا كابتن بالشوط الاول تقل كبير على احمد مغربي بمواجهه نصار اونيجا وعدنان حيدر يلي ايضا عم يتقدم بصراحه. الانصار ما عم يلعب بلاعب ارتكاز، ولو انه اذا فينا نقول عمليا بالصوره في لاعبي ارتكاز، نصار وعدنان حيدر. والسؤال اللي بيطرح نفسه هون مع النجاح التكتيكي طبعا الكبير لعبد الله ابو زمع من خلال نقل لاعبينه بالحاله الهجوميه بالشوط الاول، هل ممكن يكون في اضافه هجوميه بخط الوسط، مثلا دخول علاء البابا كلاعب وسط عنده النزعه الهجوميه الاكبر على حساب لاعب عنده نزعه دفاعيه؟ من الممكن للتنشيط الوضع الهجومي اشراق عبد على البابا، من الممكن عبد الله طالب، انا برايي ممكن عبد الله طالب لانه بيطلع كره صح، عبد الله طالب، وبعض الاحيان يمكن يروح يقعد يرجع نصار على الجهه اليمنى يمكن ليشغلها بشكل اكبر. ممكن عبد الله طالب يتواجد بنص الملعب وبيعطي دور اكثر لعدنان حيدر واونيجا هجوميا، عنده حلول، لكنه الانصار باللي انتهى عليه الشوط الاول قادر يفوز اذا ما بعض هذه التفاصيل الصغيرة، خاصة اللعب لحامل الكرة الباقيين يتحركوا له لحتى اللعب يصير أسرع. عجبتني نقطة قلتها، إذا نقلت نصار على اليمين بوجود الضعف الموجود من ميلة أحمد ياسين، سرعة نصار ممكن تقدر تكون عامل أو مفتاح للفوز في حال حاج مالك خرج أيضا كمهاجم وهمي وقدر يلعب الكرة مثل اللي لعب له إياها ليوسف عنبر. 100%، هذه لازم الجهة اليمنى تشتغل، يا أما يوسف عنبر بده يكون أكثر يعني جرأة، يا أما يجي نصار لهذه الميلة. التركيز بده يضله على طرفي الملعب، العمق مستحيل تجيب جول.
حتى الا اذا كره مرتده مثل وصلت لامونيا او بالوانتو يلي عم يعملوه على بشار. في بعض الكرات لاحظ شربي في بعض الكرات قد ما بيكون في كثافه عددي بنص ملعب من الانصار عم يستلم اللاعب بده يلعب على الطرف، ما في الانتشار الطولي على الخط للاعب، الانتشار الطولي يا بكون يا للجناح يا للظهير، وقت ما الجناح عم يدخل على قلب الملعب المفروض الظهير هو يروح يعمل الانتشار الطولي على الخط، وقت ما عم بيكون اللاعبين متاخرين ظهيران هيدا عم بيخلي الفريق كثير يروح بالعمق، وقت ما بينوجد اطراف بتصير تبدل انت مره على الاطراف مره بالعمق، ممكن يتخلي تجبر فريق طرابلس يعمل انتشار عرضي بالدفاع وبالتالي بتخفف ضغط عن العمق الهجومي. بالوقت يلي عم شوف احصاءات اول 45 دقيقه على الشاشه امامنا، كابتن مارك ديون لاعب مفروض يكون بالمركز المساند لفؤاد عيد اللي كانوا عم يلتهي بالحاله الدفاعيه اكبر، يعني تفكير لاعبي طرابلس كله دفاع عم يرجع يلعب ليساعد ما عدا فؤاد عيد وعبد الله عيش لما اظلم حدا عم يرجع ليساعد احمد المغربي بالدفاع وليطلع الكره، وهذا بتخلي انه الوحيدين عبد الله عيش واحمد دياب هن اللي عم يساندوا يطلعوا ببعض الكرات، وهذا امر طبيعي نتيجه قوه فريق الانصار والضغط اللي عامله فريق الانصار عم يلعب بضغط عالي كبير، لا شفنا يمكن في بعض الكرات عم يقطعوها من اللاعبين الوسط ليروحوا بيعملوا هجمات مرتده، فطبيعي مطرح ما في كره عم بيكون مارك ديون عم بيكون لحتى يساعد الفريق على الاحتفاظ بالكره او الدفاع. تاثير خروج احمد دياب كان سيف ذو حدين، احمد دياب كان عم يعمل شغل دفاع لكن دخول محمد المقصود نشط الناحيه الهجوميه وعنده كمان ايضا اذا في يقول الجرأه على الاختراق ودخل اكثر من مره على الجهه اليسرى وحاول يعكس العرضيات او يروح باتجاه مرمى نشط هذا المركز، هو لاعب عنده صفات هجوميه ومزايا سجل بمرمى الانصار كنت ذكرت انا باياب الموسم الماضي بالمرحله 13. مشاهدينا اكيد بعد المباراه رح يكون لنا ايضا كلام نحن وكابتن جمال الحاج حول اللي ممكن يحصل، الفريقين اصبحوا موجودين على ارض ملعب او بالاحرى الانصار نزل قبل طرابلس اللي ايضا لاعبينه عم يدخلوا حاليا، شو ممكن نشوف بتاني 45 دقيقه من هاللقاء؟ اكيد رح نتابع نحن وياكم سوا، ما تروحوا لبعيد ثواني قليله وبيبدا الشوط الثاني، تفضل فارس.